سلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اشرح صدور دينك العنيف واجعلنا من اهل اليقين لوحدانيتك واسمائك الحسنى ومراقبتك ومحاسبتك. اللهم زدنا من خيراتك وبركاتك وادفع عنا الشرور في كل آن وحين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بفضل الله ومشيئته ننظر في بعض آيات من سورة المؤمن لكرويهم. نبدأ بالآية دي: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصنعون. ادفع يعني أحلى المؤمنين هو الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم. ماشي، أخلاقهم هي أسوة لنا، هي مرجعية قيسوا عليها تفكيرنا وخيلاتنا وإشاراتنا وصمتنا ونطقنا وسلوكاتنا. كل ظاهرة باطنة هي تقليد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله خطبهم أحسن خطاب. الله دائما يوصي الأنبياء عليهم السلام برفعة منزلتهم باتصافهم بالأخلاق العميدة العليا. ادفع أي كل ما جاءك أذى لا ترجوه، أذى ما استطعت إلى ذلك السبيل إلا بالأيام الحرب. حتى العرب ما علاش قصوا الأعداء، أنا مش نأتي على الأخوة واليابس ونجيه الأبرياء ونجيه الضعفاء ونجيه الغافلين ونجيه المراء الحرب ذلك ونعتدي عليهم حتى مش نقطع شجرة ما نقطعوا إلا يصبر، يعني نحجم بالرؤية ولا لازم لينا خشم ما نستعين به على شؤوننا سواء كان لتضليل العدو ناخذ بعض أماكن ونعمل أشياء معينة لتضليل العدو كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن قلة، وإذا كان اجتهدنا وعين العدو اللي على كثرة وعلى مساعة كبيرة صور فيها وجود ومجرد أي إشارة ولا قول لكلاب الشرق والغرب على إشارات عقوم الشيخ مخيمة يكفي باش نخلي وهم جديك متوقعكم لبأسنا يزيد يغلط ويفقد وانا القلة اشتبع تعمل هذا بشير صاحب يقولكم العرب ولا تفرق فيه تقاتل فيه في أفغانستان في العراق في سوريا في اليمن كل واحد من عيونكم ماشي غادي ولا ملتصقتكم بأي لو كان سواء كان بشكل جنود أو ملتصقة بشكل ناس بعادات إنسانية هذا كل جيوبي اللي مش ينقلكم الأخبار راه مشاكلكم ما يزيدكم رعب ويزيد هد كيانكم اللي المتخطرس اللي المتجرد عملتوا شوية كاستة خاصة الأمريكان العالم وغزيتوش العالم كله ودخلتوا الرعب في الشعوب كلها. هات النفط مش معني، هات كذا مش معني، هات معلومات ما نعرفكم شو يعني ما نجم نرد عليكم الا ما نعمل هي العربية وهي خدعة لابد من هب بناءكم الظالم الفاحش. ادفع بالتي هي احسن السيئة وعلى فرسلت ايتام الذين فاذا الذي بينك وبين عداوة كان ولي الحمل قلنا هذا علاج نفساني اذا كان المسيء اليها مش راجع الاساءة عامة مش نزيد الاساءة في العالم ونزيد البغض ونزيد الاحقاد ونزيد التشفي وغيرها التشفي. أنا ما عندناش على الإسلام، عندنا باش
تلقاو ضربات ونصب بحكم الله. اذا كان لازم الحرب لازم الاشغال. لكن وان جاء وسلم مثلا ولا نعطي الدنيا في دينا مش كذا احنا نتكلم مش نجيب نجيب ونجيب ونبطل لا والله لا تراوا ولا تبرعوا بها حتى مخيلتكم. هذا مش تقول كسروا شوقتكم ولا ماشي كسروا شوقتكم هذا ماشي زي باش تحاول. انا بالنسبه لي انا كمون نعم قضاء قدر ماشي عليا عليك لكن لي اجر بما فيه الشهاده ولي اجر بما فيه كذلك الانتصار وما نصر عند الله. رجعكم للآية اللي احنا درسناها برشا مرات ولا تستوي الحسنة أي ترى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة نو إيكوال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة لأنه ولي حميد كل أسرار نفسية لأن المضمار نرجو الآية اللي بدينا بها ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بالمصير تانا يا رسول الله. رب قال لك اني اعلم بما يصيبون. هذا يقول مش بشيخ مش بشيخ اما يقول مش بشيخ لن ياخذوا لك ابدا. انت فوق الكل انت على خلق عظيم ولابد ان تجيك كرامات من رب العالمين. ربي ايوه انت عملت التي يحسن السيئة سكي ملبي سكي اجلسي سكي بروفوكاسيون on n'est pas là pour répondre à l'identité jamais de sauf en des cas préalables sauf des cas de bénéficier dans ce cas là on est en forme très fort vraiment très fort. انت بالتي يحسن السيئة نحن نعلم بما يصيبون وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. شوف احنا نستعيذ بالله لان نعرف الشياطين يحبوا يذيبنا همزات الشياطين يعني هكا يجي يبرمش ويستفزك يقول لك لازمك تمشي دوش لازمك تمشي تينو لازمك تمشي من التعنيب ولازمك تمشي تضل ما عندناش كل واحد جمع بلا احنا عدوانين راهو غلط هو كل عقل ابدع بالتي احسن السيئه نحن اعلم من الاسباب وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك يا ربي ان يحضرون كينا ما عرضت بعض ما حسيت بحضور الظلم انا ضد ولهذا نستعين بالله بما يكون حاضرين عندي والسلام على من اتبع الهدى.